أهلا بكم إلى جولة جديدة في السودان هذا المساء، أبدأها بالعناوين. مجلس الأمن الدولي يصوت اليوم على نشر البعثة السياسية الأممية في البلاد. الجيش يعلن السيطرة على منطقة كتروم عقب الاعتداء عليها من حركة جيش تحرير السودان. عضو المجلس السيادي عائشة موسى تدعو للقصاص لدماء الشهداء. أهلا بكم. من المنتظر أن يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس بشأن البعثة السياسية إلى السودان واتخاذ قرار بالتمديد لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور يونمد حتى نهاية العام، وسيقرر المجلس بأن تكون مهام البعثة السياسية الدولية لمدة عام واحد وسط ترجيحات بسحب المكون العسكري من تشكيلها لتكون مهامها منحصرة في مساعدة السودان في عملية الانتقال السياسي، بما في ذلك المساعدة التقنية لعملية صياغة الدستور والتحضيرات للانتخابات والإصلاح القانوني والقضائي ودعم تنفيذ أحكام حقوق الإنسان والمساءلة وسيادة القانون من الوثيقة الدستورية. وستدعم البعثة عمليات السلام وتنفيذ اتفاقات السلام المستقبلية حال طلبت ذلك أطراف المفاوضات، كما ستدعم حشد المساعدة الاقتصادية والإنمائية وتنسيق المساعدة الإنسانية، بما في ذلك التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وضمان التعاون الفعال والمتكامل لوكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها. أعلن والي ولاية وسط دارفور المكلف اللواء الركن سليمان الأمين مساعة سيطرة القوات المسلحة على منطقة كتروم وما حولها عقب الاعتداء الفاشل عليها من المتمردين. وقال الوالي إن الجيش وقوات الدعم السريع سيطروا على منطقة كتروم عقب الاعتداء عليها من منشقين عن حركة جيش تحرير السودان في خرق واضح لوقف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة الانتقالية كمبادرة حسن نية لاستكمال عملية السلام. وقال سليمان الأمين أثناء تفقده أفراد القوات المسلحة بكتروم إن القوات المسلحة تمكنت من استعادة المناطق التي اعتدت عليها الحركة في وقت وجيز بعملية نوعية كبدت فيها المعتدين خسائر فادحة في الأرواح. أخواني هني إن شاء الله صامدين وصابرين، ودي رسالتنا لكل الشعب السوداني، لأنه البيجة عن طريق الوسائط ووسائط التواصل الناس ما تستمع له، تسمع الحقيقة من موقعه. فنحن الآن في الموقع بتاع كتروم، حتى لو تكلموا العدو وقال نحن استولينا هم موجودين وين؟ نحن حاليا نحن موجودين في كتروم. فالعدو بعد احتلال الموقع خلال سويعات تم طرده إلى موقعه وجر وراه أزيال الخيبة وغتلاه وجرحه. من جهته أكد قائد قوات الدعم السريع قطاع وسط دارفور العميد علي يعقوب سيطرة القوات المسلحة والدعم السريع على منطقة كتروم ونقاط الارتكازات العسكرية من حولها وتمسكهم بوقف إطلاق النار. ونحن الآن حاليا في موقع كتروم، حقيقة نحن ملتزمين بوقف إطلاق النار، ولكن هذه المجموعات المارقة المتمردة اعتدت علينا، وإن شاء الله نحن هنرد بإذن الله سبحانه وتعالى رد قوي، وحتى يعلم كل المارقين إنه نحن بيد واحدة وعندنا استعداد دخول الجبل في ساعات محددة ننهي موجودين فيه. أكد عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني صديق يوسف أن المجلس العسكري السوداني اتخذ قرار فض اعتصام القيادة العامة للجيش في 3 يونيو من العام الماضي، ونفى أن يكون لقوى الحرية والتغيير علم بفض الاعتصام. وقال في برنامج للشروق أن قوى الحرية والتغيير كانت ضد التدخل لفض الاعتصام، واتهم صديق المجلس العسكري بقطع الإنترنت أيام الثورة لكسر شوكة الثورة السودانية التي نجحت بالإطاحة بنظام البشير. الحقيقة والتاريخ الفض الاعتصام، فض الاعتصام كله تم يوم اثنين. يوم اثنين نعم. يوم اثنين يونيو. عشان كده ما عنده أي علاقة، أي تبرير أنه كان القرار لفض الاعتصام بتاع كولومبيا ما صح. نعم. لأنه كولومبيا فض قبل يوم، قبل 24 ساعة من أحداث. يوم اثنين ويوم ثلاثة. يوم ثلاثة. نعم. عشان كده أي لأنه في الميديا باستمرار رابطينه، وخاصة التصريحات الرسمية بيتكلموا أنه القرار كان لفض كولومبيا. شهدت حدائق القصر الجمهوري بالخرطوم اليوم وقفة رمزية لإحياء ذكرى شهداء فض الاعتصام، وشارك في الوقفة عدد من أعضاء مجلس السيادة ورموز المجتمع وأعضاء اللجنة العليا للطوارئ الصحية وأسر الشهداء. وخاطبت عضو مجلس السيادة عائشة موسى الوقفة قائلة إنه يوم حزين في حياة الشعب السوداني، اليوم الذي روت فيه دماء الشهداء الطاهرة أرض الوطن، ها نحن نحتفي بهم بموسيقى السلام الجمهوري، وذلك أقل مما يمكن
أقل ما يمكن أن نفعله ولن نحتفي بهم بكاء. ودعت عائشة إلى الأخذ بقصاص الشهداء. إنه يوم حزين، يوم حزين في حياة الشعب السوداني والأمة السودانية. اليوم الذي روت فيه الدماء الطاهرة هذه الأرض لكي نحتفي بهم بالموسيقى، هذا أقل ما يمكن أن نفعله. لن نحتفي بهؤلاء الشهداء بالبكاء. تعودنا على الشهداء منذ أن جاءت هذه الحكومة البائسة لتحكم الأمة السودانية قسرا. 1989 والشعب السوداني يفقد الشهيد ورا الشهيد ورا الشهيدة، وأدمنا الاغتصابات وشهادات أبنائنا وبناتنا أمامنا. واختار الشباب أن تقوم هذه الثورة العارمة، هذه الثورة التي انبنت على جثث أهلهم منذ 1989. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 189 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تسجيل 7 وفيات، فيما بلغ عدد المتعافين 86. وقال التقرير الوبائي أن 137 من الحالات الجديدة سجلت بولاية الخرطوم، بجانب 20 حالة بولاية الجزيرة، وحالة واحدة بالشمال كردفان، 9 حالات بالقضارف، 3 حالات بسنار، 5 حالات بالشمالية، حالتين بنهر النيل، 6 حالات بالنيل الأبيض، حالتين بشرق دارفور، وحالة بغرب كردفان، و3 حالات بالنيل الأزرق. وأوضح التقرير الوبائي أن العدد الكلي للحالات بلغ 5499 والوفيات 314، فيما بلغ عدد المتعافين 1711 حالة. أشاد عضو مجلس السيادة الانتقالي الرئيس المناوب للجنة العليا للطوارئ الصحية صديق تاور بالدور الكبير الذي طلعت به بعثة خبراء الصين الطبية التي تزور البلاد هذه الأيام في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية ومساعدة السودان للتصدي والحد من جائحة كورونا. وقال خلال لقائه وفد بعثة خبراء الصين الطبية الذي يضم أكثر من 20 خبيرا طبيا إن زيارة الوفد تؤكد متانة وقوة وأزلية العلاقات الراسخة بين بكين والخرطوم. من جانبه أكد السفير الصينيين لدى السودان مع شين مين اهتمام بلاده بالسودان حكومة وشعبة، وأشار إلى أن حجم البعثة التي زارت الخرطوم تعتبر أكبر بعثة خبراء طبية أوفدتها الصين لدولة خارجية، مما يعد ترجمة حقيقية للصلات الطبية بين البلدين في المجالات كافة. شددت ولاية شمال دارفور الإجراءات الاحترازية بالأسواق والأحياء والمعابر والطرق المؤدية إلى الولاية. وأعلنت اللجنة العليا لمجابهة كورونا ضبط شاحنة تحمل عددا من المواطنين مهربين إلى الولاية، وأكدت اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها. وأوضحت اللجنة أنها وقفت في اجتماعها بالفاشر على الموقف الصحي والتدابير الوقائية، واطمأنت على الجهود المبذولة من الخيرين التي أثمرت عن توفير جهاز لتوليد الأكسجين، إلى جانب ترتيبات افتتاح معمل لفحص كورونا تبرعت به بعثة يونمين. تشديد الإجراءات الاحترازية بولاية شمال دارفور لمواجهة كورونا وإحكام الرقابة على الأسواق والمعابر والطرق المؤدية إلى الولاية مكن الحكومة من ضبط عدد من الضرائر السالبة المخالفة للإجراءات الصحية، من بينها ضبط شاحنة تهرب عددا من المواطنين. اللجنة العليا لمكافحة كورونا قالت إنها ستتخذ ضدها الإجراءات القانونية. كما وقفت اللجنة لمساهمات الخيرين بتوفير جهاز لتوليد الأكسجين وترتيبات إنشاء معمل لفحص كورونا بالولاية. في عربة كبيرة مهرب عدد كبير من المواطنين القادمين لهذه الولاية، وسنتخذ الإجراءات اللازمة. احنا ناقشنا أيضا كل الأطر ومساهمة المنظمات، حتى مساهمة الخيرين فيما في كثير من الحاجات. من ضمن هذه المساهمات مساهمة البروف سليمان صالح فضيل للأكسجين كونسنتريتر اللي هو مولد أكسجين كبير، وهذه لأول مرة في الولاية، وإحنا نشكر على ذلك. وأيضا ناقشنا كيفية تجهيز المعمل، معمل الصحة العامة، للاستعداد لاستقبال التبرع الذي
وعدنا به او وعدتنا به بعثه اليونميت، وهي جهاز البي سي ار اللي هو هذا الجهاز الذي يفحص فيروس كورونا. الوضع الصحي الراهن وعدد حالات الإصابة والوفيات وضعت على طاولة اللجنة العليا لمجابهة كورونا، التي أكدت أن عدد الوفيات داخل الفاشر قل كثيرا، وهو مؤشر قالت إنه لا يعد مطمئنا إلا بعد عدة أسابيع. وفيما يلي معاينات العمل، أكدت اللجنة أنها مطمئنة، خاصة الملابس الواقية والكمامات. عدد الوفيات في داخل المدينة أصبحت تقل تدريجيا، شيء ملاحظ، ولكن أيضا إحنا محتاجين ننتظر لمدة أسبوعين على الأقل لنعرف في أي اتجاه يتجه هذه الوفيات. يعني لا نستطيع أن نؤكد أنه إحنا اطمأنينا، ولكن نستطيع أن نقول أننا إحنا ماشيين على الطريق الصحيح. فيما يعني المعينات العمل الآن الحمد لله بكثير من الدعومات، إحنا الوضع في الملابس الواقية والكمامات الجراحية وحتى الكمامات N95 الوضع في الوقت الراهن مستقر. أما في المنصة الإعلامية لمجابهة كورونا، أكدت الولايات تسجيل 149 حالة اشتباه بكورونا، منها 68 حالة إصابة مؤكدة معملية و26 حالة وفاة بكورونا و17 حالة سلبية، وهناك عينات ما زالت في المعمل. 68 حالة مؤكدة بفيروس كورونا و26 حالة وفاة مؤكد بفيروس كورونا، في 17 حالة سلبية ما كانت كورونا، وفي عينات ما زالت في المعمل. برضو وزارة الصحة ما زالت في المسوحات، يدعم المسح لمدينة الفاشر لمعرفة الأسباب الأخرى للوفيات، وإن شاء الله الأيام القادمة هنعمل مسح على مستوى المعسكرات لمزيد من المعلومات عن الوفيات الأخرى. برغم الجهود المبذولة في مجال التوعية بخطورة فيروس كورونا وطرق انتقاله، إلا أن حكومة شمال دارفور تعول على وعي المواطنين والتزامهم بالإجراءات الاحترازية وترك بعض العادات الاجتماعية التي ربما تتسبب في انتشار الفيروس. ياسر آدم حسن، ولاية شمال دارفور، الفاشر.